بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في موضوع الانتجرال دومين اللي ابتدأناه قبل ذلك، واليوم بنكمل على نفس الموضوع. وصلنا المرة اللي فاتت إلى النظرية اللي أمامنا اللي نصها كما يلي: Every finite integral domain is a field. يعني إحنا بيكون عندنا integral domain، وهذا الانتجرال دومين عدد العناصر محدود، إن حدث ذلك يبقى هذا الكلام بيكون فيلد. طب الفرق بين الانتجرال والدومين، الانتجرال دومين والفيلد شغلة واحدة، كل واحد ميزه بثلاث شغلات، تنتين مشتركة فيما بينهما وهي كوميوتاتيف رينج ويذ يونيتي، والشغلة الثالثة إنه الانتجرال دومين ما فيش فيه زيرو ديفايزر، لكن الفيلد كل عنصر غير صفري يكون له معكوس، يبقى every non-zero element is a unit أو has a multiplicative inverse. نعم كويس، بنجي نفترض صحة هذا الكلام، يبقى بدي أقول له let LR تساوي A1 و A2 ولغاية AN B A finite integral domain with AI لا تساوي AJ for I لا تساوي J. يبقى أنا افترضت الآر اللي عناصره A1 و A2 و AN finite integral domain، يبقى هذا integral domain عدد العناصر محدود ويساوي N من العناصر، تمام؟ ولا في واحد فيهم زي الثاني، كان بإمكاني أصيغها وأقول R with distinct elements، يبقى عناصر منفصلة عن بعضها تماما ولا عنصر يساوي الثاني. يبقى أنا فرض R هي العناصر ولا عنصر فيهم يساوي الثاني، لكل I لا تساوي J. بدي أحاول أثبت إنه هذه is a field. طيب الآن الR is commutative ring with unit. واحد مثلا يبقى 1C، افترض انه اليونيتي اعتبرناه هو الواحد، ايش ضايل علينا؟ نثبت انه كل عنصر من هذا غير صفري بده يكون ايش؟ يونيت. يبقى بالتالي اقول له افترض ان الـ A موجود في الرينج R such that بحيث ان الـ A does not equal to zero، يبقى الـ A عنصر غير صفري موجود في الـ R، يبقى الـ A هذا قد يكون الـ A1 وقد يكون الـ A2 وقد يكون الـ A3 وقد يكون الـ AN، يبقى أي عنصر من هذه العناصر. الآن the set اللي هي A في R إيش يعني؟ يعني بدي أضرب الإلمنت غير الصفري في الست R، يعني بدي أضربه في كل عناصر من عناصر الرينج اللي عندنا، يبقى بده يصير A A1 و A A2 ونضل ماشيين لغاية A A N. طيب الست هذه صار فيها عناصر جديدة، ممكن اثنين يساووا بعض؟ لا ربما، لا ممكن يحصل، ممكن يحصل، لكن أنا بدي أثبت إنه ولا واحد فيهم بده يساوي الثاني، يعني هذول كذلك are distinct، ولا واحد زي الثاني خالص نهائي. يبقى باجي بقول له the set AR هاي العناصر هذه has
distinct elements. Because أنا أدعي الآن أن هذه العناصر ولا واحد زي التاني، تمام؟ بدنا نشوف هل الادعاء هذا اللي أنا بقوله صحيح ولا غير صحيح. Because if مثلا الـ A الـ A في الـ AI بدي يساوي الـ A في الـ AJ والـ I لا تساوي الـ J. افترض انه اثنين منهم كان متساويين، مين ما يكون اي ومين ما يكون جي، بس منهم مالهم ما يتساووش. افترضت انه اثنين متساويين، لمين للاي لا يساوي الجي. بدي اشوف هذا الفرض لوين بدي يوصلني. اذا وصلني الى نتيجة صحيحة بيكون كلامي هذا باطل، وإذا وصلني إلى نتيجة خاطئة بصير كلامي هذا صحيح. بصير هذا كلامي صحيح، إنه هذول دسن ولا واحد زي الثاني. أنا افترضت إنه اثنين سووا بعض على عكس ما أنا قايل فوق، بدي أشوف هذا وين بده يوصلني. يبقى ذن بقدر أقول الـ A في الـ AI ناقص الـ A في الـ AJ بده يساوي زيرو. باستخدام الديستريبيوتيف لو بقدر اقول هذا الكلام A في الـ AI ناقص الـ AJ بده يساوي مين؟ بده يساوي زيرو. هذا ايش معناه؟ هذا معناه انه الـ A بده يساوي زيرو، او الـ AI ناقص الـ AJ بده يساوي زيرو. لكن انا فارض انه ايه ممنوع يساوي زيرو. يبقى هنا باجي بقول له سينس بما ان الاي لا يساوي زيرو، وي هاف انه الاي اي ناقص الاي جي هو اللي بده يساوي زيرو. هذا ايش معناه؟ معناه انه الاي اي بده يساوي مين؟ إيجي، على عكس الكلام احنا فرضينه من الاساس. يبقى هذا this is contradiction، هذا تناقض. يناقض مين؟ يناقض العبارة اللي قلناها هذه انه الـ AI لا يساوي الـ AJ. طلع ان الـ AI يساوي AJ، اذا هذا كلام خطأ. من وين اجى الخطأ؟ من الفرض الخطأ اللي انا فرضته. يبقى فعلا هذول ار ديستنكت ولا واحد زي الثاني. يبقى هنا ال A في ال A او so the elements اللي هي الـ A في الـ A1 والـ A في الـ A2 والـ A في الـ AN are distinct. يبقى ولا واحد فيهم زي الثاني، تمام؟ طيب كويس، يبقى أخذنا معلومة إنه هذه العناصر منفصلة عن بعضها تماماً، ما فيش تساوي بين أي عنصرين. السؤال هو طب هي الـ R closed under multiplication ولا لا؟ لأن عملية الضرب is a binary operation. يبقى الـ A في الـ A وأن عنصر موجود وين؟ في الـ ring R. والـ A في الـ A2 موجود في الـ ring R. و و و والـ A في الـ AN عنصر من عناصر R. صحيح ولا لا؟ يبقى باجي بقول له since بما أن الـ R is closed under multiplication we have إنه الـ AR العناصر هذه كلها الـ AA1 AA2
والاي اي ان هي الست ار نفسها. ليش انها كلوزد اندر مالتيبليكيشن، وانا اخذت اي من نفس الرينج ار، مش بعت لا من نفسه وضربته في العناصر، بيطلع العناصر الجديدة هي عناصر الرينج ار اتسلف. مادام عناصر الرينج احنا هنا قلنا الار انتجرال دومين، الانتجرال دومين يحتوي على اليونيتي ولا لا؟ يبقى معناته واحد فيهم بده يساوي اليونيتي، صح ولا لا؟ يبقى باجي بقول له نعم، الواحد موجود في R because الـ R is an integral domain. يبقى الواحد لازم يساوي، طبعا اللي هو اليونيتي، الواحد هذا لازم يساوي واحد من هذه العناصر. يبقى هذا بده يعطيك انه الاي في الاي كي مثلا بده يساوي اللي هي اليونيتي 1. ايش تفسيرك لهذا الكلام؟ انه الاي از اي يونت، صح؟ لانه ماخذ الاي بيساويش الزيرو، صح؟ يبقى this means that هذا يعني ان الـ A is a unit. يبقى every non-zero element is a unit. يبقى هنا صار every non-zero element of R as a unit. Therefore, ولهذا الـ R as a field. تجمعات من الآن فصاعدا. Any finite integral domain is a field. خلصنا؟ طب السؤال بدي اعمل العكس، هل الفيلد انتجرال دومين؟ هل كل فيلد بيكون انتجرال دومين؟ العملية العكسية؟ السؤال هو الفيلد في زيرو ديفايزر؟ لا، لأنه كل عنصر عبارة عن يونت، صح ولا لا؟ ما دام كل عنصر عبارة عن يبقى لا يمكن لليونت أن يكون زيرو ديفايزر. يعني فيش فيها زيرو ديفايزر، صارت انتجرال دومين. يبقى any field is an integral domain، لكن العكس ليس بالضرورة صحيحا. يعني مش كل انتجرال دومين هو فيلد، لكن إذا كان الانتجرال دومين فاينايت حسب نص النظرية بيكون هو فيلد، تمام؟ يبقى الانتجرال دومين لازم احط عليه الشرط مشان يصير فيلد، لكن الفيلد بحطش عليه ولا شرط مشان يصير انتجرال دومين. طيب ننتقل الان الى نتيجه على هذه النظريه. الان كرولري، الكرولري بتقول ماذا؟ فور افري برايم فيلد، فور every prime p zp zp اللي هي the ring of integers modulo p modulo p is a p. شفناها هذه قبل هيك كانت المحاضرة الماضية، وإيش قلنا عليها؟ انتجرال دومين، صح ولا لا؟ يبقى هنا بقول له we know that إحنا بنعرف إنه ZP is an integral domain. من وين هذا الكلام؟ مثال سابق previous
اكزامبل في المحاضرة السابقة مش بعيد يعني. تمام؟ يبقى هذا انتجرال دومين. سؤال هو فاينايت ولا لا؟ قديش عدد العناصر فيه؟ قديش؟ بي ناقص واحد. العنصر الأخير بي ناقص واحد، لكن أول عنصر قديش؟ زيرو. إذن عدد العناصر بي. يبقى الآن زد بي هاز finite elements that is p elements. يبقى في p من العناصر، يعني اجد p finite. يبقى by the above theorem، النظرية السابقة، زد في از اي في. طب لو جبت لك سؤال في الامتحان وقلت لك اثبتي لي انه زد في از اي في، بدك تروح تثبتي لي هي اولا انه انتجرال دومين، تمام؟ اللي هو البرهان تبع المره الماضيه، واضيف عليه الكلمتين هذول انه فاينايت، وبالتالي بصير از اي فيلد. such that the A will be belongs to me and to ZD3. من العناصر هذه اللي هي تساوي الزيرو والواحد والاثنين والآي، والواحد زائد آي واثنين زائد آي واثنين آي وواحد زائد 2i و2 زائد 2i is a field. السبب because زد 3 of i. طبعا زد 3 مين عناصرها يا بنات؟ صفر واحد و1 و2 فقط لا غير، ثلاثة عناصر. العناصر ثبتها زد اوف اي على الصيغه اي زائد بي اي بهذا الاي والبي موجوده في زد 3، يعني الاي والبي يا اما زيرو يا اما واحد يا اما اثنين، ما خلا ذلك ماليش علاقه فيه. تمام؟ طيب هذه لو جيت ادور على عناصرها بلاقي زيرو واحد واثنين، بلاقي اي واحد زائد اي اثنين زائد اي ستوب. بتروح للاثنين اي، واحد زائد اثنين اي واثنين زائد اثنين اي، خلصنا هاي العناصر، عديهم بتلاقيهم ايش؟ تسعة عناصر. يبقى هذا الرينج فيهاش الا تسعة عناصر. طبعا هذه كوميوتاتيف رينج وذ يونيتي مين هو؟ واحد. يبقى هذه بيكوز زد of 3i is a commutative ring with unity. اللي هو مين؟ الواحد اللي بيساوي واحد زائد زيرو في i اللي موجود في زد 3 of i. يبقى واحد هو اليونيتي. ها
هذا موجود في زد 3 لأنه بدل أقد على الصيغة 1 زائد 0 في I والواحد والزيرو موجود في زد 3. هذا كلام مضبوط. ضل إيش عندي؟ أثبت إنه فيهاش زيرو ديفايزرز. يبقى ابعدي عن الزيرو، تعالي لباقي الثمان عناصر، هل ممكن تضربي أي اثنين فيهم يطلع زيرو؟ لا. لا. ليش؟ إنه كل واحد فيهم عبارة عن يونت. تمام؟ يبقى this ring has no zero divisors. ما فيش عندي بالمر، كل عنصر عبارة عن ايش؟ عبارة عن يونت. طيب ما دام فيش فيها زيرو ديفايزرز، انه لا يمكن اضرب عنصرين غير صفريين، ابعد عن زيرو خذي اي اثنين وضربيهم لا يمكن يطلع صفر. يبقى this ring has no zero divisor. so z 3 of i is a finite integral domain. ليش؟ انه في كم عنصر؟ 9 عناصر. 9 عناصر يبقى فاينايت، وانتجرال دومين يبقى از افيل. يبقى هذا بده يعطينا ان زد 3 اوف اي از افيل. طيب مشان يكون فيل كل عنصر بده يكون يونت، صح؟ خلينا نتأكد، هل فعلا كل عنصر عبارة عن يونت؟ هاي سيبنا الزيرو، الواحد لو ضربته في واحد يعطيني واحد، يبقى الواحد يصير يونت. اثنين لو ضربته في اثنين يطلع أربعة، في زد 3 بسيب 3 بضل قديش؟ يبقى 2 is a unit. تمام؟ نيجي للآي واثنين آي، العنصر هذا مع العنصر هذا لو ضربناهم في بعض بصير اي، بدي اضربه في 2 اي، يبقى 2 في سالب 1 اللي هو بسالب 2. ما عنديش شايفين زد 3 سالب 2، لكن سالب 2 يكافئ عنصر موجود في زد 3. مين هو هذا العنصر؟ يبقى سالب 2 زائد 3. لما اضيف مضاعف 3 ومضاعفاتها لا تؤثر على العنصر، يبقى مين بيطلع؟ اليونت اللي هو الواحد. يبقى حاصل ضرب الاثنين ساوي اليونتي، يبقى هذا بده يخلي لي انه الاي واثنين اي ار يونتس اثنين، يبقى هذا بده يعطيك انه اي اند اثنين اي ار يونتس. طيب لو مسكت ضربت مين؟ ضربت الواحد زائد اي في واحد زائد اثنين في الاثنين زائد الاي، نشوف ايش بيعطيني. واحد في اثنين باثنين، واحد في اي باي، اي في اثنين باثنين اي، اي في اي بسالب واحد. تمام؟ سالب واحد واثنين يصير واحد، زائد ثلاثة اي، ثلاثة اي بقديش؟ زيرو. يبقى الجواب يساوي واحد، يبقى حاصل ضربهم يساوي واحد، يبقى اثنين هذول ار يونتس. يبقى هذا بده يعطينا مين؟ انه الواحد زائد اي وكذلك الاثنين زائد اي ار يونتس. اظن مش ضايل غير اخر اثنين، كلهم ضربناهم ما عدا مين؟ ما عدا اخر اثنين. يبقى لو جيت هنا اند رحت اخذت واحد زائد اثنين اي في مين؟ في اثنين زائد اثنين اي ويساوي واحد في اثنين باثنين زائد اثنين اي زائد اربعة اي زائد أربعة أي ناقص أربعة. تمام؟ طيب
هذا الكلام ناقص 4 و2 بضل ناقص 2، وهذول قديش؟ زائد 6i. الثلاثة بزيرو يبقى 6 كمان بزيرو، يبقى الناتج يساوي ناقص 2 زائد 3 اللي هو الواحد اللي هو اليونيتي، يبقى هنا واحد زائد 2i، وكذلك 2 زائد 2i، هذول r units. يبقى صار every non-zero element في زد i is a unit. يبقى thus وهكذا every non-zero element n z 3 of i is a unit. لذلك هذا فيلد كما زعمنا قبل قليل. طبعا في الكتاب عندك راح اعمل جدول الضرب لكل العناصر التسعة اللي عندك، بإمكانك تطلع على جدول الضرب في الكتاب. حاصل ضرب هذه العناصر مع بعضها البعض. طيب هذا كان مثال رقم 1، نروح لمثال رقم 2. example 2 the set اللي هو كيو جذر 2، شكل عندنا هذا اللي هو كل العناصر على صيغة A زائد B جذر 2، بحيث الـ A والـ B are rational numbers. هذه is a commutative ring with unity 1. معقول؟ هذه commutative ring with unity 1 لو بده يساوي 1 زائد 0 في جذر 2. يبقى هذا هو اليونيتي في الستة اللي عندنا هذا. وهذه كوميوتيف لأنها عملية ضرب الراشونال نمبرز، عملية إبدالية، يبقى ما عندنا مشكلة فيها. إيش ضايل عندنا؟ فيها زيرو ديفايزرز؟ إيش فيها زيرو ديفايزرز بالمرة؟ لأنه اضربي اني تو راشونال نمبرز لا يمكن انه يعطيني زيرو، بشرط انه ولا واحد فيهم يساوي زيرو. تمام؟ اذا ما عنديش راشونال نمبرز، ما عنديش يونتس فيها، ما عنديش زيرو ديفايزر قصدي. طيب 2 از ات فاينايت ولا انفاينايت؟ انفاينايت. يبقى هذا سؤال مش على النظريه، هذا سؤال يعتبر سؤال خارجي. يبقى انا ادعي انه هذا الان از اي فيلد، يبقى النظريه صفي على شقه، انا بقول كوميوتيف رينج ويز يونيتي. تمام؟ ضل اثبت والله اذا كان كل عنصر له معكوس تحت عمليه الضرب، يعني مالتيبليكاتيف انفرس، بيتم المطلوب، بصير هذه از اي فيلد. تمام؟ يبقى بدي اروح اقول له want to show، بدنا نروح نبين ذات انه any non-zero element of a cube of جذر 2 has a multiplicative inverse. That is no. أي عنصر غير صفري له معكوس. لذلك باجي بقول له افترض إنه الـ A
زائد بي جذر 2 لا يساوي 0. بروح بقول ذي ملتبليكاتيف انفرس اوف الاي زائد بي جذر 2 از. من ذاك الرقم اللي لو ضربته في هذا العنصر بده يعطيني اليونت اللي هو واحد؟ مين؟ واحد على هذا المقدار. تمام، واحد على A زائد B جذر 2. السؤال، هل العنصر هذا موجود في الكيو أو جذر 2؟ يعني هذا العنصر هل مكتوب على الصيغة كونستانت زائد كونستانت في جذر 2؟ لا، مش مكتوب. وبالتالي يمكن نقدر نكتبه ويمكن ما يمكنش. إذا قدرنا نكتبه يصير كلامنا صحيح وخلصنا من المسألة، إذا ما قدرناش بصير ادعائنا هذا غير صحيح، بصير هذا معكوس. لكن هذا العلم جبته من الشارع، أنا ما جبتوش من الرنج اللي عندي. تمام، يبقى إذا قدرت أثبت إنه هذا على الصيغة كونستانت زائد كونستانت في جذر 2 بصير موجود في الكيو، فعلا بيكون هذا هو المعقول. لذلك يقول ذا مالتيبليكاتيف انفرس اوف الاليمنت هذا هو الاليمنت. ليش؟ وهذا انا ادعي انه موجود في الكيو اوف جذر 2 سينس. ليش؟ لأن واحد على A زائد B جذر 2 بده يساوي واحد على A زائد B جذر 2. لو ضربته في مرافق المقام فبصير عندنا مين؟ A ناقص B جذر 2 على A ناقص B جذر 2 بهذا الشكل. المقام مش هو تحليل الفرق بين المربعين؟ بدي أرجعه إلى أصله، إذا رجعنا إلى أصله بصير